السلام عليكم. نحاول في هذا الفيديو نديرو تصحيح التمرين 40 صفحة 133 من كتاب المفيد ثلاثة أعداد. إذا هنا عندنا هذا الشكل، أوكي، الشكل ديالنا هو هذا. أ بي سي عندنا واحد المثلث عنده القياسات ديالو، أ سي 25، أ بي 7، وهذه 24. واحد التلميذ جا دار هذا الجواب، شنو الجواب اللي دار؟ دار أ بي أو سي 2، مشى حسب أ بي أو سي 2 زائد أ سي أو سي 2، بقى هاكا تساوي 674، صافي؟ أو بي سي أو سي 2 بقى 500. إذا لاحظ بلي أ بي أو سي 2 زائد أ سي أو سي 2 راه كتخالف بي سي أو سي 2، قالوا المثلث غير قائم بالزاوية. واش الجواب صحيح ولا غلط؟ هنا الجواب غلط، صافي. الا كنا غنديروا هذه الطريقه هذه، خصنا يا يعني اما غنتاكدوا منهم بثلاثه، خصنا حتى نشوفوا. دابا حنا شنو لاحظنا؟ لاحظنا بلي بي سي او سي 2 كتخالف ا سي او سي 2 زائد ا بي او سي 2، ولكن تقدر تكون مثلا ا سي او سي 2 كتساوي ا بي او سي 2 زائد بي سي او سي 2، خصنا نتاكدوا منها، صافي. خصنا نتاكدوا منهم بثلاثه بيهم، او الا كنا غنديروا غير وحده غنشوفوا فين راه اطول واحد. هذا اذا خصنا نشوفوا واش هذا كيخالف هذا، واش هذا او سي 2 كيخالف هذا او سي 2 زائد هذا او سي 2، صافي، حيت هو الطويل هنا. اذا غنجي غنشوف لدينا اس او سي 2 كتساوي هي 25 اس 2، 25 أس 2، دونك كنحطو هنا 25 هي 625، و أ بي أس 2 زائد بي سي أس 2، أ بي أس 2 زائد بي سي أس 2 هي 7 أس 2 زائد 24 أس 2 هي 49 زائد 576، اللي هي هادي 5، دونك هي 12، وهذه 625. اذا غنلاحظ باللي ا سي او سي 2 كتساوي ا بي او سي 2 زائد بي سي او سي 2، ومنه ا بي ومنه حسب مبرهنه فيثاغورس العكسيه ا بي سي مثلث، ا بي سي مثلث قائم الزاوية في النقطة اللي كتساوينا فيهم جوج هي ب، صافي. إذا هنا التلميذ هو التأكد غير من واحد الحالة، يعني إلا بغينا نقولوا الحالة اللي تأكد فيها هنا التلميذ، التأكد غير واش قائم الزاوية في أ، ما لقاش قائم الزاوية في أ، ولكن ممكن يكون قائم الزاوية في بي ولا سي. إذا احنا مشينا شفنا واش قائم الزاوية في بي، لقيناه أ، راه قائم الزاوية في بي.